ينضم إلينا من حائل مراسلنا سلطان الشعيب. أهلا وسهلا فيك سلطان. اختتمت الفعاليات لديك، كيف شاهدت ردود الفعل أهلاً من فيصل. الزوار؟ لا شك فيصل أن رالي حائل كل عام يثري منطقة حائل وزوارها بالجديد وفعاليات كثيرة في منطقة حائل. لا شك رالي حائل ليس فقط سباق، بل هو أيضا فعاليات مصاحبة لي أيضا سباق رالي حائل أو رالي حائل بالضبط. طبعا رالي حائل يوجد لديه العديد من الفعاليات. اليوم زي ما ذكرت زميلي فيصل سوف يتوج صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل الفائزين بهذه الجائزة وبهذا الرالي أكيد هذا العام. يسعدني ويشرفني أن ينضم معي الأستاذ عبد العزيز السليم. أستاذ عبد العزيز هو الرئيس مركز الإعلامي لرالي حائل. تفضل أستاذ العزيز. يعطيك العافية سيد عزيز. طبعا احنا سعداء بوجودك معنا وايضا نشكرك لوجودك في هذا الوقت معنا في قناة الإخبارية. وانا اشكرك اخوي سلطان ومساء الخير، مسي عليك وعلى السادة المشاهدين في قناة الوطن قناة الإخبارية السعودية. اهلا وسهلا عبد العزيز. عبد العزيز نتكلم عن الجديد هذا العام، ماذا قدمتم؟ بحمد الله اليوم 14 سنة من النجاحات، 14 عام في اليوم يتوج صاحب لقب 2019. من المنتظر بإذن الله حفل التتويج يعني عند الساعة 8 مساء هذا اليوم بإذن الله. 14 عام من النجاحات لرالي حائل، 14 عام من النجاحات كان خلفها بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لتنظيم رالي حائل، وبإشراف من ومتابعة من صاحب السمو من سمو الأمير عبد الله بن خالد مساعد رئيس هيئة تطوير حائل، وبتنظيم فني من الاتحاد السعودي للسيارات. المسابقة وضعت لها رقم صعب في الشرق الأوسط، والحمد لله من هي من أول المسابقات السعودية في رياضة السيارات السعودية واستمرت 14 عام. عزيز دعني أسألك عن الفئات المشاركة في سباق رالي حائل هذا العام. لا شك فئات عديدة وفئات جديدة أضيفت لرالي حائل هذا العام، نتحدث عن الفئات ونتحدث أيضا عن المتسابقين. الحمد لله الفئات هذا العام حظي رالي حائل في مشاركة الفئة الرابعة وهي التي فور الشاحنات، وكانت مثيرة والله الحمد. التي فور فئة الشاحنات هي آخر فئات الاتحاد الدولي للراليات الصحراوية، وبهذا يكون رالي حائل في هذا العام اكتمل فيه كل فئات الاتحاد الدولي للسيارات الـFAI. فالحمد لله يعني رالي حائل هذا العام اكتملت فيه كل الفئات. جميل. عبد العزيز نتكلم عن الفائزين. لا شك عرفنا الفائزين قبل قليل من لجنة التحكيم سباق رالي حائل هذا العام. نبغى نعرف من الفائز في الفئة التيتو، نقول من هو الفائز؟ قبل قليل المركز الإعلامي تم بث إعلان الفائزين، والفائز هو حامل لقب رالي حائل 2018 النسخة السابقة، ونفسه اليوم كرر الإنجاز وأتى بالمركز الثاني أحمد شهيل المتسابق، المركز الأول عيسى الدوسري أي حامل لقب العام الماضي، وفي المركز الثاني المتسابق أحمد الشهيل، والمركز الثالث فارس المشنة. فارس المشنة هو بطل نسخة 17. فالحمد لله اليوم قبل قليل أعلنت النتائج. نعم العزيز اليوم أنت اختتم السباق رالي حائل، ولكن الفعاليات المصاحبة إلى متى ستستمر؟ الفعاليات المصاحبة تستمر إلى يوم الجمعة القادم، هي 40 فعالية للعائلات وفي 4 فعاليات شبابية، وهناك فعاليات ايضا لرياضه السيارات، فعاليات رياضيه سيارات هي سندراج وتحدي الطعس، وفي فعاليه ثالثه. هي ثلاث فعاليات ستنطلق غدا باذن الله. شكرا لك عبد العزيز السليم رئيس المركز الاعلامي لرالي حائل لعام 2019. شكرا لك. الله يعطيك العافيه. شكرا لك وشكرا للقناه. شكرا لك. لا شك هذا كان لقاء الاستاذ عبد العزيز السليم الرئيس المركز الاعلامي لرالي حائل لهذا العام. لا شك لا. ذكر واعلن الفائزين وعرفنا من الفائزين. الفائز هو لا شك العام الثاني على التوالي يحصل هذا اللقب رالي حائل. لا شك انه زي ما ذكر عبد العزيز الرقم الصعب في الشرق الاوسط رالي حائل لعام 2019. نعم شكرا لك سلطان الشعيب مراسلنا من رالي حائل.